الأزمات واللي الكلية المتعددة التخصصات في العالم إشعال إتاحت هذه الفرصة لمناقشة موضوع أعتبره من الأهمية بمكان في السياق المجتمعي الذي نوجد فيه. ربما اخترت عنوان للمداخلة هو عنوان استفهامي. لماذا؟ لأن سننطلق من تبدو الآن سلبية هذا في الوقت الذي استطاعت فيه دول أو مجتمعات كانت في بين الترتيب العالمي على مستوى التنمية تجاوزتنا بمسافات كبيرة جدا. كنا دول ننعتها بكونها متخلفة، إثيوبيا على سبيل المثال نعتبرها متخلفة، بل أكثر من ذلك أننا عندما نحاول ما يمكن أن نشبهها شخصا ما لأنه يعيش حالة مجاعة نحيله على نموذج إثيوبيا. الآن إثيوبيا تتجاوزنا بمسافة كبيرة وكبيرة جدا. هل نحن تخلفنا أم الآخرون بذلوا مجهودات استثنائية لكي يتمكنوا من تجاوزنا؟ ربما لدينا اختيارات قمنا بها في المغرب. هذه الاختيارات لا نقول أنها كانت خاطئة، لأن الخطأ تقييمه يحتاج إلى مؤشرات يجب أن نعتمد عليها، مؤشرات علمية، ولكن قد نعتمد الصيغة التي تحدث بها جلالة الملك وهي المتمثلة بكون النموذج التنموي الذي اعتمدناه في المغرب قد استنفد صلاحيته، فبالتالي المجتمع المغربي الآن أصبح في حاجة إلى نموذج جديد. قلت ننطلق من البدايات من خلال كون أن المغرب مع بداية الاستقلال حدد مجموعة من الاختيارات الكبرى ربما يبقى أهمها هو النظام اللامركزي. اعتمد اللامركزية كأساس للتنمية، هي فعلا لها وظائف أخرى من قبيل الديمقراطية المحلية، ولكن فيما يخص موضوعنا أنه اعتمد على اللامركزية كأساس. هل اللامركزية التي اعتمدها المغرب منذ بداية الاستقلال إلى الآن ألم تعد صالحة؟ لأن طالما أن النموذج التنموي الذي قيل عنه أنه استنفد صلاحيته، هل يعني أن هذه اللامركزية يجب التخلي عنها طالما أننا اعتمدناها كأساس للعملية التنموية؟ طبيعة الحال الجواب لا، على اعتبار أن كما جاء في تقديم الأستاذ خالد شبيبات أن جلالة الملك في خطاب وجهه لأشغال لقاء منتدى فرنسا المطانة بالداخلة الذي قال فيه بأن الجهوية ليست وسيلة لتدبير التراب الإداري بل هي أساسية من أجل إعادة النظر في بنية الدولة. بنية الدولة بمعنى أن الاعتماد على الجهوية كأساس للامركزية هو في صلب نموذج التنموي، بمعنى أننا لن نتخلى عن اختيار اللامركزية بالنسبة لتنظيم ترابي المملكة وبالنسبة لصياغة السياسة العمومية وكذلك للبحث عن تحقيق غايتين أساسيتين وهي غايات النموذج التنموي الجديد وهو العدالة المجالية والعدالة الاجتماعية. إذن فالرهان على الجهوية هو رهان أساسي لتحقيق هذه الغاية، بمعنى أنه يجب أن لا ننظر إلى الجهوية باعتبارها فقط مجرد آلية للتدبير الترابي وآلية للتدبير الإداري كما للأسف الشديد تم تبنيه من قبل غالبية النخب، بل هو المدخل الحقيقي لتنمية المغرب. لذلك سأسائل التجربة الجهوية منذ بداية التفكير في إعادة إصلاحها إلى الآن.
انطلاقا من طرح الملك لمشروع الجهويه.